بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين والمرسلين ومعلم الناس الخير إلى يوم الدين وأبلغ من تكلم العربية بعد القرآن المبين ومن كرم الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثم أما بعد فلست أدري والله بأي لسان أشكر إعلامياً المتميز أستاذ كمال عصامي على استضافته لشخص المتواضع في برنامجه المتميز إطلالة تي في أعانه الله حتى يخدم الثقافة المغربية العربية الإسلامية خير خدمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا ثلاث قصائد عن فلسطين. ألف الجزء الثاني من ملحمة غزة في زمن الإبادة وهي ملحمة ما زالت في طور الإنجاز. غزة العز، غزة العز في زمان القيود، أطلقيه أطلقيه طوفانا قدس نجيد، ازحفي ازحفي تغرقي يهود عتو واحتلال صهيوني عربيدي، ازحفي قبل أن يحل وعيد شره، أي والله شر وعيدي. لست أعني به سوى ختم تطبيع خراب بمحفل مشهود، محفل فيه سوف يرفع تاج بيد العرب فوق رأس اليهود، إنه تاج بيعة لعدو لا يجارى لديننا المحمود. ولطه الذي به جاء يوما ولقدس أسيرة من عقود، ذاك ما شاع في الوجود أخيرا بحقيق فانهد قلب الوجود. يا إلهي ما أرى ها حماس وثبها وثبها يزدري بوثب الأسود، هل صحيح بأن ألف يهودي قتيل غدوا خدين اللحود، وهم من رؤوا طوال عهود في غرور جم بعيش رغيد، إنه يا إيه يا شعر حيها فتكات من شباب قرآني صنديدي، بعد تطبيع كاسح الغزو ألقى ببني العرب في فلا التهويد، فإذا هم في تيهها في ذهول شره مشبع بشر قعود، وإذا هم من زخم عيش حقير تحت جنح الظلام صنوا لدود، يا لصمت يا لصمت مستفضع عم والقدس في الأسر طعمة للقيود. آه والحاكمون آه والحاكمون تعسا وطرحا لهم كلهم بدون حدود، كرسي الحكم قايضوه بشعب لهم كلهم
كرسي الحكم قايضوه بشعب كان دوما رمز الفدا والصمود غير أني ذا اليوم أسخر منهم قائلا يا رجال شر السجود ربكم مقصدي يهود وغرب صهينوه من غابرات عهود فتولى تطبيعه مثل ذئب راعه الليث فهو شر طريدي إيه ونبير ثورة مجتبات لك من خافق المحب العميد كل حب مضمخ بالتحايا ودعاء حر لكل شهيد ذا أطفال الحجارة وهي مقطوعة مجتزأة من قصيدة طويلة تحمل اسم فصول من مأساة أخت في الله اسمها سراييفو. وارسل القلب كي يجوب دروبا دمنا في جدرانها مطلول غير أن اليهود غير أن اليهود فيها حيارى غير أن اليهود فيها حيارى بعد أن سرهم أمان طويل. قلت من ذا الذي ينازل عارا كلنا منهم مرهق وخجول قال طفل ملائكي جميل أشعل الحزن فيه هم ثقيل من بيوت الرحمن جاء إلينا صائحا بعد أن دهان الذهول الجهاد الطويل هو البديل لا سلام بقدسنا لا حلول أنمني نفوسنا بسلام كاذب هد ركبه تدويل كم نماري بذاك قولا مبينا عن يهود أتى به التنزيل قدر المسلمين دفع يهود باقتتال حتى يكون الدخول فنصلي في القدس فعلا وتزهو بيت لحم بفتحها والخليل يا إلهي فاشهد بأن شعاري مصحف صادق وسيف ثقيل هكذا قال ثم هب إلى الموت كما هبت للغدير الوعود ومضى يضرب اليهود جريئا بعد أن شاب في الهوان الكهول كل ما عنده حجارة حق حين ترمى كأنها سجيل يا لها من حجارة غار منها جوهر تزدهي به عطول هي من طهرها وحسن بلاها جاز فيها كالأسعد التقبيل أيها الطفل يا هدية ربي أيها الفارس الجميل الجليل أنت في ليلنا الصباح المرجى أنت في قفرنا الجديب النخيل أنت في تيهنا الكبير نهير به ماء يجري وظل ظليل أنت من أنت رأس جهاد أنت رأس جهاد نحن فيه زعانف وذيول أنت ريح الصبا ونحن السموم أنت زهر الربا ونحن الذهول
صحيح، بأن أصلك منا يا فسيلا نراه نعم الفسيل، نحن لولاك جثة في عراء وهشيم استقبحته العقول. فلتواصل مسيرة خط فيها بدم في غد يكون الوصول. ذئاب وأطفال من وحي مجزرة صبرا وشتيلة، وجدة 28/9/1982. صبرا شاتلة، صبرا شاتلة، أجراس الموت الغادر دقت ليلى، ملأت عالمنا هولا. أي امرأة وحشية عادت تحت ستار الليل، أي امرأة في فمها أغنية الويل، تهدر تهدر يا طفلي، هذا أوان الموت، هذا أوان الموت، لا تصرخ، ما زلت أنا طفلة، لا تبحث عن كهف يؤويك. ذئب الموت الأسود جوعان الليلة، عيناه أنيابه أظفاره، تتشهى أطفالا في لون زهور الدفلا. صبرا شاتلا، صبرا شاتلا، ويجيب صدى محزون، لا أطفال بها، حملوا في لوح الموت ليلا إلى وديان الصمت. آه يا رب، ألا أطفال بعد الآن يجرون على الدرب؟ ألا صوت ينساب سوى صوت الندب يملأ عالمنا هولا مدصار قتلى؟ بعد هذا، بعد هذه القصة الفلسطينية، ننتقل إلى ثلاث قصائد وطنية، وقد يلاحظ أني قدمت قراءة قصائد فلسطينية على القصائد الوطنية، والسبب هو ما تعانيه غزة اليوم من مجازر همجية على يد إسرائيل الاستعمارية العنصرية. ثلاث غزليات صحراوية 2010. أولا، ترنيمة لزمان الوصل الآتي. أيها القلب قم، فهذه العيون ظبية طالها الهوى والفتون، وارتقب وصله المرجى بشوق بعد أن ما طالتك فيه السنون. ظبيتي في عيونك سحر بابلي تغار منه العيون، وأنا العاشق الذي عشقه العشق إذا غيره عارته الظنون. اذكري وصلنا هنالك بالأمس، اذكري وصلنا هنالك بالأمس، وللحب ثورة وجنون. يا لقمر، يا لقمري كنته لك ينساب بديعا هديله الملحون. غزلي فيك قد همى مثل غيث طاهر لا خنا به لا مجون. فإذا أنت مهجتي وحياتي، وإذا بي أنا هواك المكين، وإذا بالصحراء من بعد جدب حقل ورد قد زانه الياسمين، وإذا بالوجود أجمع يشل بنشيد موقع لا يلين.
هكذا هكذا الهوى دون مين. مرحبا أيها الهوى الميمون. ثانيا عباءة الصحراء، كانت العيون قد أهدته في أثناء زيارته السابقة لها عباءة صحراوية بديعة، وهذه مقطوعة من وحي تلك الهدية. أقول وفي كفي أعز هدية عباءة عز من لدن أخت عزتي، عيون المها عيون البهايا من دخلت خباءها معية أضياف كرام السجية، بوصلك قد فاز الفؤاد فيا لها سويعة سعد أنجبت خير زورتي. وما زالت انشادي لها وترنمي ترنم قمري على فرع أيكتي، إلى أن غزا حبي سماوات حبها فخرت من التهيام ثمل وغرت وغنتي، إلى أن غزا حبي سماوات حبها فخرت من التهيام ثمل وغنتي، حلفت برب الناس ما حاز مهجتي سواك أيا رمز الفدا والأخوة. ولملا وذاك الأصل يجمع بيننا، وأنت الذي أحييته بالمسيرة، وأنت الذي ما زال لي خير فارس أعيش وإياه عيش ود ورحمتي. كذلك قالت ثم قامت بفرحة لتهديني في الحين أجمل حلتي. عباءة صحراء الرجال الأولى هم رجال الوفاء والحب والوطنية. أضبية قلبي أبشري ثم أبشري، فقد حان شدي للرحال بهمتي، لننعم في ظل الغرام مجددا ونرقص رقص القدرة المستحبة. ثالثا مطلب الوحدة فرع مطلبي. إيه صحراء أيا لؤلؤة علمتنا العشق والصبر الطويلة، ذكريات الأمس ثارت فجأة فانبر الأمس بها طفلا جميلا، وهل الطفل سوى مجد لنا أصبح اليوم يرى مجدا أثلا، كيف لا وهو الذي شيده كيف لا وهو الذي شيده علوي يتحدى المستحيل، حسن الحكمة من حكمته تنبذ العنف دقيقا وجليلا، كم دعا للسلم جيرانا له مرضيا رب البرى والرسولا. يا لصحرائي المفدات وقد أشهرت مقولة تبيان صقيلة، ومضت تشدو بذكري فجرت عينها فهي تحاكي السلسبيلا. إيه يا يوم مسير أخضر ذقت فيه الماء والظل الظليلا، بالهدى والسلم في عصر الوغى فزت بالوصل فعانقت الخليلا، ثم إني ها أنا في نعمة مع مليكي نخدم الشعب الأصيلا. مطلب الوحدة فرع مطلبي، قلت يا صحراء أنا شكرا جزيلا. بائية الإضراب والصحوة. هذه البائية كتبت من وحي الإضراب العام وانتفاضة فاس في 14 ديسمبر 1990، وهي قصيدة كتبتها بالمحمدية في 9 أبريل 1991
ونشرتها في هذه الكراسة الشعرية في نفس السنة. بائية الإضراب والصحوة. يا شاعر يا شارع الذل، يا شارع الذل، إن الذل قد ذهب منذ انتفضت، وقلت لا لمن نهب، قد كان ما كان، ليل حائر صلف على ضفافه طير أمنه اضطرب، سعادة الطير في الأوكار يسكنها، وطيرنا وكره في الريح صار هبا، سعادة الطير في الألحان يرسلها، جميلة بين أشجار وزهر ربا، وطيرنا واجم تراه منذ متى نبع الأغارد في فؤاده نضبا. يا صاحبي دعك من ذكرى مولهات، أشباحها تصنع الأحزان والتعب، وانظر إلى الحاضر المشهود في جذل، انظر إليه انظر إليه، أيا هذا ترى العجب، ترى العصافير في صحراء سابحة رهوا ولا تعبا تشكو ولا سغبا، قد أجمعت أمرها فكبرت ومضت، تصلي ظهور أفاع قد بغت لهبا، من بعد أن قام دوري وصاح بها، من يطلب الحق لا يستبعد العطبا. ما لي وللرمز مكدودا أعالجه، تقية تارة وتارة لعبا، أيصبح الشعر أشكالا محيرة نلهو بها ونثير حولها الشغبا، والفقر ذئب يجول في أزقتنا، والكفر يزداد في أسواقنا صخبا، أكاد أصرخ من رمز بوليت به، الرمز جبن وخير الشعر ما خطبا، فاصدع بها كلمة حرة خطابية نارية، واجعل الباغي لها حطبا، الشعب أضرب ما أحلى معانيها، أجملة هي أم عطر قد انسكبا، الشعب أضرب إضرابا يهاب به، فيا سنين الهوان سؤت منقلبا، أهلا بنجمتنا حين النهار خبا، أهلا بمركبنا حين الجواد كبا، أقول للمطرفين اليوم في بلدي أتعجبون وأنتم كنتم السبب، أتضحكون إذن قلوبكم حجر، أتسخرون إذن إيمانكم ذهب، أتنقمون هراء نحن مزرعة، من يزرع الظلم فيها يحصد الغضب، تذكروا أنكم شربتم دمنا، أحلتموه بكيميائكم ذهبا، كم تكنزونه في أبناككم بطرا، كم تهلكونه في لذاتكم طربا، يا مال ما صنعت كفاك في بلدي، جرعتنا غصصا وزعتنا شعبا، فمالئون بطونا منك في نهاب وفي جنون، وأنت محضربا، كم يأكلونك نارا كلما أكلوا، كم يشربونك قيحا كلما شربا، يا مال
أنت إله المترفين وها صلاتهم لك لم تزل هوى لعبا. كأنني أبصر الشيطان شاركهم في مالهم وعليهم خيله جلبا. نسوا فذوقوا كما نسوا أخذهم فويلهم يوم تأتيهم وما كسبا. وجائعون هم أهلي وهم أملي ظل السعادة قط منهم ما اقترب. تمزقوا ففريق كادح قلق في أرضه وفريق تاه واغترب. ترونهم يأكلون الشوك في هلع والسارق الوغد هي عصير العنب. يا سائلين خيالي عن مساكنهم الريح لم تبق قصديرا ولا خشبا. يا سائلين رؤايا عن مشاعرهم القهر جلاده في ليلها انتصبا. ما أقبح القهر صحت فيهم ومضى قلبي يردد محتارا ومكتئبا. كم من سنين مضت وأنت يا بلدي طفل يقال أبوه منه قد هرب. طفل وسيم ولكن في محاجره سحر الصبا لاح مشنوقا ومغتصبا. طفل سليم ولكن صاح قاهره في مصنعي سيعود هيكلا خربا. طفل ذكي ولكن في مبادله حقد يقول غدا لا بد أن يثبا. طفل ذكي ولكن أفسده فكم من موبقات سعى إليها مرتكبا. طفل صبور ولكن في مبادله حقد يقول غدا لا بد أن أثبا. هذه طفولتك الولها أيا بلدي بحر من الهم والأهوال ما ركبا. أجابني دعك من ماض منيت به ودعته يوم أن ودعت عهد صبا. أنا كبرت وذل اليتم فارقني لا جرح في جسدي منه ولا ندب. والأوصياء لقد رميت عقدتهم للنار تلتهم الزور الذي كتبا. فانظر إلي ترى الشباب محتدما وانظر إلي ترى الحماس ملتهبا. اليوم أنهض للنضال أركبه بالله معتصما لله محتسبا. أقسمت بالله ربا لا شريك له لأستعيدن حقا طالما غصبا. وفجأة سادتي هبت زوابعنا هوجاء تقذف في قلوبهم رعبا. وكان ما كان شعب صار مضطربا من فقره ولو انصفوه مضطربا. يا فاس آتيك في شيبي وفي حزني والظهر من هوله يقلقل العصبا. آتيك هل تذكرين يافعا مرحا على ثراك الحبيب كما شخببا. قد كان يعشق فيك السحر منسكبا على دروب سبت رؤياه والهدبا. وقد يشم جدارا تربه عبق وطيبه الأزلي قط ما جلبا. يا فاس سحر فيك حيرني وردني قائلا سبحان من وهبا. فكيف جئت إليك اليوم منفعلا ليعشق القلب فيك النار واللهبا. أقول للغافلين عن فواجعنا
أذقتمونا بلاء زادنا نصبا فلترحموا كبدا فينا ممزقة ولتحفظوا موثقا صغناه والنسبا إضرابنا وقفة مثلى إضرابنا وقفة مثلى وتذكرة إضرابنا وقفة مثلى وتذكرة لا فتنة قد أردناه ولا شغبا. ماذا تريدون منا؟ ماذا تريدون منا؟ والحليب دم في قدحكم صائحا واخزي ما حلبا. ماذا تريدون منا؟ أي تضحية طلبتموها ولم نحقق الطلب. تمثال اليوطي من وحي تمثال اليوطي الذي ما زال منتصبا وسط الدار البيضاء المحمدية في غضون 1991. يا ربي تمثال اليوطي في قلب الدار البيضاء صيرني في حضرته دودة ذل تتلوى في استخفاف، صغر في عيني جميع الشهداء، فأنا أهمس في ذل ممزوج بالرعب من حزن أعمى على ضوء منفي من دربي على نخل مقصوف ملقا في الترب على زرع مهدور الحب على حلم مذبوح في القلب. يا أحباب الشهداء يا كل رجال التحرير الشرفاء، هل حقا ما ينشر عنكم في بلدي أعوان الروم؟ هل حقا إن أنتم إلا أسماء؟ يا ربي تمثال اليوطي في قلب الدار البيضاء صغر في عيني جميع الشهداء، شككني فيما كان أبي يحكيه لنا عن أبطال. عفوا يا أبطال التحرير، فأنا شخت ولم أعثر في بلدي حتى الآن على محبوبة قلبي الحرية. محمدية في غضون 1991. والآن ننتقل إلى قصيدتين دينيتين. أمامي قصيدة طويلة وهي مولدي النبوية، قلت بمناسبة المولد النبوي الشريف سنة 1012. محمد أشرف خلق الله كلهم، محمد خير خلق الله كلهم، كم من خصوم لها لصدقها امتثلا، محمد حرر الدنيا بدعوته من الظلام الذي لولاه ما رحلا، محمد حامل التوحيد مكتملا من بعد ثلم به أعظم بما حملا، محمد حامل القرآن معجزة ما مثل إعجازها في العالمين علا، محمد بسبيل الله معتصم إذا دعاة الضلال عددوا السبلا، محمد دينه يسر ومرحمة إذا سواه أثار الضيق والملل، محمد كامل الأوصاف
سيرته حديقة من شذاها الكون قد ذهلا، محمد سيد الهادين أجمعهم، في هديه كم بدا سمحا ومعتدلا، محمد سيد العباد أجمعهم، ما مثله بالقيام للفراش قلا، محمد سيد الزهاد أجمعهم، الأسودان له أكل إذا أكلا، محمد سيد الأزواج أجمعهم، في أهله كم أشاع البشر كم عدلا، محمد سيد الآباء أجمعهم، ومجمعا ومن وفاة الطفل كم هملا، محمد سيد الأجداد أجمعهم، وله وصبطين بالرسول ما فعلا، محمد سيد الجيران أجمعهم، في دينه جاره الذمي قد دخلا، محمد سيد الأبطال أجمعهم، مضى متى حمي الوطاس هزهز الأسلا، محمد سيد الوعاظ أجمعهم، من وعظه كل قلب منه قد وجلا، محمد سيد العافين أجمعهم، يا صاحبي سلا فتح الفتوح سلا، محمد سيد الحكام أجمعهم، محمد سيد الحكام أجمعهم، بعدله أفحم الأقوام والدولا، محمد سيد الشافين أجمعهم، لعصر زيغ أذاق ناسه العللا، محمد سيد السادات أجمعهم، بسيرة بالكتاب حبلها اتصلا، أعظم بها سيرة زكت شمائلها، بها محمدنا أضحى لنا مثلا، يا رب عفوا إذا ما القصيد كبا، في مدح من فاق في أخلاقه الرسل، فلست أحسبه سوى صدى لهوى صب بمدح الرسول صار منشغلا، لعله يا إلهي أن ينال به شفاعة يوم هول يبعث الوجلا، أنا أنادي بالشفيع بإذنك في جنات عدن وإن لم يحصل العمل، ثم الصلاة على الرسول قائدنا، ثم السلام عليه ما الحياة هطلا، كذا على الآل والأصحاب أجمعهم، ما قمري في الربا لألفه هذلا، 1012 هجرية، 1012 ميلادي موافق 30/1433. آخر قصيدة عبارة عن ابتهال، أسميته دعاء الحمد، ومن وحي لحظات ضيق وهم لم أنسى فيها حمد الله على كل حال والحمد لله، حمدتك يا مولاي، حمدتك يا مولاي في السر والجهر، حمدتك يا مولاي في اليسر والعسر، حمدتك يا مولاي والجسم سالم، حمدتك يا مولاي وهو أخو ضري،
حمدتك يا مولاي في حالة الغنى، حمدتك يا مولاي في حالة الفقر، حمدتك يا مولاي في حال عزة، حمدتك يا مولاي في حالة القهر. فليس كمثل الحمد، حمدك خالقي لمثلي من ملجأ يزول به ذعري. وليس كمثل الحمد للكسر جابرا إذا كل طب قال ما له من جبري. وكسري يا مولاي ذا اليوم فادح، فكن لي يا مولاي يا جابر الكسر، على أنني حتى وقلبك ما ترى كثير، فحمدي لم يزل مشتهى ثغري. وها أنا ذا وسط البلاء أقول في رجاء كبير كم يموج به صدري، حمدتك يا مولاي حمدا به أورى بفضلك محمود اللقاء ساعة الحشر. وصل على المحمود دوما مقامه بدنيا وأخرى، أحمد الوحي والذكر كذاك على الآل الكرام كذا على صحابته طرا إلى آخر الدهر. المحمد في 4 أبريل 2017، والحمد لله رب العالمين.